صداع هابي بيرثي يعني فتنا لهون مع كل الورود مع كل تفضلوا بليز لو سمحتوا خليني اعطيك كل الكروتي الموجودين اول شيء خليني اعطيك هيدي من منا نحن من اسرة برنامج المايسترو ينعاد عليك ابو وسام باسم كثار من المشاهدين ومن المؤسسه اللبنانيه للارسال تفضل الف مبروك عيدك خليني اخذ الكروتي اخي وحبيبي وصديقي الرائع قيصر الغناء العربي ابو وسام كل عام وانت بالف خير امنياتي لك بالنجاح الدائم ماجد المهندس شكرا نجم ماجد المهندس الله يسلمك شكرا بيهديك هذه الباقه يستمر صديقي وعزيزي القيصر كل عام وانت بالف خير اسره مجله المغترب عصام عميرات نحن بنحيي كمان عصام عميرات من اعز اصدقائي طبعا الله يسلمهم هذا هذه الباقه تهنئة من جمهورك في المملكة العربية السعودية وهذه باقة ورد من جمهورك في شبكة الإقلاع المرسل رويال لحضرتك كمان و وين أخذك وين انهزم بك بضلوعي ولو بعيوني أخليك النجم شرف حسون الله يسلمك هيدي من شرف تفضل تسلم تفضل شفك كان عندها إطلالة بالعراق بالفترة نعم. الأخيرة نعم. وهتفولة يعني بشكل روعة بشكل الأصوات الجميلة جدا إن شاء الله تستمر بهذا النجاح الجميل بتحس إنه عندها مستقبلها نعم هيك نعم كان أول فنانة من العراق اليوم عندها حضور طليعة نعم نعم صوتها جميل ألف مبروك بدنا نقص الجاتو ولا بدنا نخليه نخليه بعدين أوكي رح نقص الجاتو بعدين رسائل القلوب المحبة إلى نبض المحبة كاظم إعداد إدارة الصفحة الرسمية على الفيسبوك متابعة وتنسيق الرسائل نشوى جرار هيدي لحضرتك نشوى لها أغنية في الألبوم طبعا رائعة جدا اسمها نمت وحلمت أنك رجعت شاعرة رائعة طبعا بنحييها لنشوى جرار تفضل شكرا تفضل